الشبك صنع في مصر في 887 هجرية ووضع في 888 شو مكتوب هنا أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قائد باي 888 1483 هجرية. نبي ندخل داخل الحجرة وشوف الواقع من الداخل. خلها تجي هنا جيبها هنا من الأمام خلها تجي هنا جيبها هنا شوف الحقيقة من داخل يمكن أول مرة تشوفون الصور هذه داخل الحجرة النبوية من الداخل بفتح الباب هذا يسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها. نبي ندخل من الداخل شوف الحقيقة الآن لأنه كثر الكذب والدجل بين الانترنت والجوالات صور بأنه هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ودجال يطلع يقول لك هو خادم الحجرة. لا يوجد خادم الحجرة إلا الرئاسة شؤون الحرمين. هنشاهد الآن الوضع من الداخل شوف الحقيقة الآن ينفتح الباب شوف لما فتح الباب شوف الواقع وصور من الداخل دخلنا مثلك مثل أي رئيس دولة إذا أراد الدخول من الداخل وإحنا كموظفين ندخل عملية التنظيف من الداخل. إلى أن دخلنا إيش تشاهد أمامك؟ بلاط رخامي قديم من عهد الملك فيصل رحمه الله محراب يسمى محراب فاطمة رضي الله عنها خلفه موجود صندوق أو سرير فاطمة رضي الله عنها. حنشاهد وما هو السر هذا السرير. نبي ندخل من هنا نبي ندخل من هنا حنتجه نشوف المواجهة الشريفة الروضة خلف الشبكة هذا. إحنا متجهين من هنا ثم ندخل مع الباب ثم نيجي المواجهة. شوفوا الآن ها فتح الباب شايفين اللي بيصور يصور يا إخوان هذه أشياء يمكن أول مرة تشوف واللي بيصور يصور. شوف دخلنا من هنا وضحت لاحظ إيش تشوف قدامك ستارة خضراء صح ولا لا مغطاة بالجدار هذا الجدار هذا اللي هو هذا شايفينه هذا جدار بناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله مغلق مصمت ليس له باب ارتفاعه 6.5 أمتار من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل مشابه لحجارة الكعبة المشرفة. وضحت لاحظ موجود هنا صندوق هذا يسمى صندوق الصندل هذا احنا وقت التنظيف من الداخل نحرك يمين ويسار لكن مدخلينه وغطينه بستار هذا كان يطيب فيه من طيب الصندل من الداخل. حنتجه للمواجهة الشريفة شوف الحقيقة شوف الآن الستارة جددها الملك فهد عام 1406 هجرية إلى وقتنا الحاضر القديمة كانت من عهد الملك عبد العزيز 1370. شوف هذه المواجهة الشريفة أنت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل. وضحت وش تشوف قدامك؟ لاحظ شوف الستارة هنا الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة صح اللي يجي بالمواجهة ويناظر من الداخل يجد الدوائر ظنا منه أنه هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أبو بكر هذا عمر رضي الله عنه يقول لك أنا شفت قبر الرسول. يا أخي العزيز هذه الدائرة محاذاة للوجه النبوي الشريف هنا والثاني محاذاة لأبو بكر رضي الله عنه والثالث محاذاة لوجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حنشاهد الآن سرير فاطمة وشوف ما هو سر هذا السرير أو الصندوق شوف الواقع وهذه الحقيقة من الداخل. يعني أنت ما تشوف شيء أنت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل مثل المدرسة. هل معناه لو دخلت حوش المدرسة إني دخلت الفصول والإدارة؟ نعم هذه نفس الطريقة. هذا شوف هذا سرير فاطمة رضي الله عنه وهذا كانت توضع فيه المجوهرات والهدايا التي تأتي من بعض السلاطين والحكام العثمانيين مع آخر حكام العثمانيين عمر فخري باشا أخذ جميع المحتويات بالقطار إلى تركيا وتعرض بالمتحف في تركيا. هذا خلف المحراب اللي شاهدناه. حنعيد الآن من جديد نعيد من جديد اللي ما شاف تشوف إلى الوقت الحالي موجود موجود ها وين موقعه